خالد عبد الجليل، برحب بيك النهارده في ختام مهرجان شرم الشيخ للسينمائي للسينما الاسيويه. عايز اعرف انطباعك ايه عن المهرجان و كتمثيل رسمي للمهرجان. مساء الخير، اهلا بيك واهلا باخباري اليوم. الحقيقه يعني انا مش عايز اتكلم على التفاصيل دلوقتي واحنا داخلين على حفل الختام، لكن اللي اقدر اقوله انه هناك اجتماع قريب جدا للجنه النوعيه للسينما المصريه، اللجنه العليا، تحديدا بعد مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، هيتم فيه بشكل كامل تقييم هذه الدوره من المهرجانات، سواء مهرجان اسكندرية، بعديه مهرجان أسوان، دلوقتي شرم الشيخ، الأقصر، وحيتم عمل تقييم كامل للإيجابيات وتقييم للسلبيات وإعادة يعني النظر بشكل كامل وعبر تقارير بإذن الله هتكون رسمية وفي اجتماع مع رؤساء هذه المهرجانات، لأنه أكيد من المؤكد أنه نريد هذه المهرجانات أن هي تكون في أفضل وضع وفي أحسن تمثيل، سواء لنفسها لمؤسستها أو للدولة المصرية، أو أنه دعم وزارة الثقافة يكون في مكانه. يعني أنا على المستوى الشخصي هكون يعني أتمنى يعني في بعض المهرجانات لابد أن تقوي هيكلة التنظيمي، تقوي المسؤولين عن إدارة المهرجان سواء على المستوى اللوجستي أو على المستوى الفني. في بعض المدن أثبتت إنها لا تستطيع أن تحتمل وجود مهرجان سينمائي، لأنه العائد منه سواء وجود أهل المدينة أو ناس في المدينة قليل جدا. في مدن أثبتت زي الأسوان مثلا، بدأ جمهور أسوان يظهر بشكل أكتر وكان مالي كل العروض وكانت ظاهرة إيجابية جدا. كل ده هيتقيم وكل ده هيتحط على الترابيزة، ولكن من المؤكد أن لن تبدأ الدورات القادمة من المهرجان إلا باتفاق كامل بيننا وتفاهم كامل ما بين اللجنة النوعية وما بين وزارة الثقافة وما بين القائمين على هذه المهرجانات، لكي تظهر في أحسن صورة بما يليق بالقائمين عليها ويليق بالدولة المصرية. أقدر أعرف سبب غياب وزيرة الثقافة؟ لا، مجرد مشاغل يعني، هي مع الوزيرة كانت هتبقى موجودة في تحليل ظروف العمل، والنهاردة برضو عندها ظروف عمل وعندها اجتماعات في الأسكندرية فما قدرتش تيجي، لكن يعني سئلت في أكتر من قناة يعني هل هو مش حي خالص، وأنا يعني الوزيرة يعني كلفتني بالحضور بنيابة عنها يعني، وهي حتى في الافتتاح كان لآخر لحظة المفروض تبقى موجودة لولا برضو حصل ظرف عمل. أنت عارف يعني الدولة اليومين دول يعني دخل على مجموعة كبيرة من التكليفات الموجودة، ومعالي الوزيرة الحقيقة ربنا يكون في عونها عندها تكليفات كثيرة جدا، ف يعني كانت تتمنى طبعا تبقى موجودة، ولكن عدم وجودها ليس يعني غير ان هي فعلا عندها مشاغل اخرى يعني، وهي طبعا بتتمنى التوفيق للمهرجان. وفي حفل الافتتاح انا بلغت الحاضرين كلهم تمنياتها بالتوفيق للمهرجان وللدورة. يعني كدور حضرتك في الرقابة، عايز أعرف الرقابة دخلت في فيلم بيت ست؟ يعني مش عايز يعني، أولا ما في الرقابة لا تتدخل على الإطلاق في أي فيلم. بالمناسبة يعني الأفلام اللي بتعرض في المهرجانات بتعرض عرض للمهرجانات، وبالتالي حضرتك تعلم أكتر مني أنه قوانين المهرجانات لا تسمح بعرض أي فيلم تحت تم حذف منه لقطة واحدة حتى. شكرا.